يا اخواني اخواتي، مرحبا بكم من جديد. رجعنا تاني الفيديوهات ديال المراجعه وجديد يعني الهواتف النقاله. بزاف ديال الناس سولوني فين غبرتي علينا بزاف. انا صراحه كنت مسافره وايضا غبرت مع العيد الكبير هذا العام، ما سخيتش. عرفتي دوك الطويجنات ديال الوالده ما سخيتش بيهم والله الا هذا العام زعما حسيت براسي كليت اللحم بزاف لدرجه زادت فيا 4 كيلو. اي 4 كيلو ولكن راه نرجعوا ثاني يعني النشاط ثاني وجري عليا ونجري عليكم ان شاء الله. نتمنوا زعما المهم راك عارفين كملوا عندكم. اذا ان شاء الله اليوم جديد الساحه يعني ديال الهواتف الذكيه. كاين A22 يعني دائما بزاف ديال العشاق ديال هاد الشركه العملاقه سامسونج دائما كيتسناو سورتو يعني الهواتف الاقتصاديه والمتوسطه. وهنا كاين واحد الهاتف متوسط اللي غادي نشوفوا يعني المواصفات ديالو مميزات وعيوب، وايضا نشوفوا واش غادي يكون يعني في المنافسه مع باقي نفس الهواتف الفئه السعريه ديالو، او انه ما يقدمش المواصفات الكافيه باش انه يكون منافس شرس. اول حاجه نكتشفوا هنا شنو يعني لقينا في محتويات العلبه. اذا هنا كاين هنا الشاحن السريع فقط 15 واط للاسف، يعني هذه اول ملاحظه. الكيت السماعات كالقواعد يعني في اغلب هواتف سامسونج، واكيد كيبل تايب سي، اذا واكيد ابره ازاله الضوج. بالنسبه لاهم حاجه اللي عندنا هنا اللي هي الهاتف ديالنا، كيف كتشوفوا ما كاينش شي جديد، دائما خامات البلاستيك وسوقتو في الفئه الاقتصاديه والمتوسطه تعودنا عليها، خامات البلاستيك في الظهر والاطار، ايضا حتى التصميم ما كاينش شي جديد، التصميم التقليدي اللي كاين في اغلب الهواتف سواء المتوسطه والاقتصاديه اللي هو هذا الشكل الرباعي للكاميرات. اذا شنو هو المميز في هذا الهاتف؟ واكيد من بعد غادي نكتشفوا السعر ديالي. اكيد 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 هاتف بشاشه سوبر اموليد، نعم سوبر اموليد، وتحديد 90 هرتز، ولكن للاسف فقط اتش دي بلس، يعني شاشه بجوده اتش دي بلس. تمنينا تكون فول اتش دي بلس باش يكون في المنافسه، ولكن على العموم شاشه سوبر اموليد وايضا تحديد 90 هرتز، يعني شي حاجه اللي ايجابيه. نجو ايضا نقطه قوه الهاتف اللي هو معالج هيليو جي 80. نعم هذا المعالج اللي اكتشفناه في مجموعه ديال الهواتف واللي كيقدم اداء يعني ممتاز وسوختو في الالعاب. كاينه ايضا كاميرات رباعيه، الكاميرا الرئيسيه كتاتي بدقه 48 ميجا بيكسل، وكاينه كاميرا سيلفي تاتي بدقه 13 ميجا بيكسل. وبالفعل يعني الكاميرا جربتها صور محترمه جدا، يعني الكاميرا بالنسبه للفئه السعريه ديالي يعني تقدم صور جميله جدا. كاينه ايضا بطاريه ضخمه 5000 ملي امبير، نعم يعني بطاريه ضخمه ولكن للاسف 15 واط، يعني كنشوفوا منافسين اخرين بنفس السعر كيجيبوا 33 واط. هذا الشيء اللي غيخلي يعني يقدر المستعمل من غير انه يكون عاشق لسامسونج يعني راه غادي يختار شركه اخرى. وكاينه ايضا تقريبا هادو هما المواصفات. نعم شاشه ايضا بحجم 6.4 بوس، ذكرت ديجا انها من سوبر اموليد وبتحديد 90 هرتز. الان نجيو النقطة ديال السعر. السعر هنا عندنا 2050 درهم بالنسبة لنسخة 6128، اذا سعر مناسب جدا ومنافس جدا، وسوختو كيف قلت لكم النسخة ديال 6128. ولكن يعني من غير انا العيبة اللي بان ليا في هاد الهاتف هو الشحن السريع اللي ب 15 واط غير كافي بمقارنه مع البطاريه 5000 ملي امبير وجوده الشاشه اللي اتش دي بلس. ولكن كيف قلنا جميع المواصفات الاخرى مقبوله، بالعكس بل جيده جدا مقارنه مع حتى الهواتف الاخرى اللي 628، يعني اكثر من 2050 درهم. اذا هنا كيف كنشوفوا عندنا الشاحن تايب سي، منفذ السماعه 3.5،
عندنا هنا سماعة، هنا البصمة جاءت هنا في مدمجة مع زر تشغيل أزرار تحكم في الصوت. وهنا عندنا درج شريحة الاتصال آخر، نشوفه شحال فيه من، يعني شحال كيدعم من شريحة الاتصال، حيت بزاف كيقول لي زعما ركزي على هاد النقطة ما تنسيهاش. نعم برافو، يعني شريحتين من الاتصال وأيضا ذاكرة خارجية. إذا بغيتكم كلكم تكتبوا لي في التعاليق كيفاش جاكم هاد الهاتف مقارنة بالسعر ديال 2050 درهم لنسخة 628. كتبوا لي دابا في التعاليق شنو باليكم، واش بالفعل يعني هو هاتف منافس او ان سامسونج يعني كان عليها تزيد بعض المميزات باش انها تكون منافسة شرسة.